بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذكرنا أن جماعة من المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطرحوا عليه شبهات واستشكلوا عليه بعدة من الإشكالات وكان المخزومي متكلما عن أولئك المشركين ورسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالاجابه عن اشكالاتهم وحل شبهاتهم ولتبيين ما ذكره رسول الله صلى الله عليه واله ننقل نذكر نقاطا النقطه الاولى ان الغايه هي التي تحرك الانسان العاقل الانسان الحكيم لا يتحرك نحو فعل الا بغاية وبقصد وبلا غاية يكون عمل اعتباط وسبق وان قلنا بان الغاية هي اول ما تنقدح في الذهن واخر ما تقع في الخارج يعني فاعلية الفاعل الحكيم منوطة بالهدف اذا ما عنده هدف ما يتحرك هدف الرسالة هدف بعث الأنبياء والرسول شنو الهدف؟ انذار الناس تخويف الناس من عذاب النار وتشويقهم إلى الجنة وذكر ما يسعدهم في الدنيا والآخرة هدف الرسالة هداية الناس هذا الهدف فكل ما ينافي هذا الهدف يجب أن يبتعد عن الرسول وعن الرسالة إذا مثلاً رسول من الرسل مبتلى بامراض هذه الامراض تنفر الناس تنفر الناس الرسول لازم يكون بريء من هذه العيوب التي تنفر الناس ليش؟ لان الهدف وهو انذار الناس وتبليغ الناس هذا يجب ان يكون وان يحتوي على ما يجذب الناس صحيح يمكن واحد يجي يقول أن تسفيه رسول الله صلى الله عليه وآله أوثانهم وعقولهم وأوهامهم الرسول كان يسفه أوهامهم فهذا التسفيه يكفر آلهتهم شنو هذه الآلهة التي تعبدونها إنما هي من طين فهذا يبعدهم عن الرسول كلا هذه هي رب لب الرسالة لب الرسالة أن نقول بأن فلان هذا يعبد الصنم وفلان يعبد الله والصنم لا يحل ولا يربط انكم وما تعبدون من دون الله ماذا؟ حصب جهنم فانتم يعني اذا بقيتم على هذه العباده هذا ما لا ينفي الرساله يعني ما له منافاه مع الرساله بل هي لب الرساله هذا الكلام ولكن ان يكون الرسول صلى الله عليه واله بذيء الخلق بذيء الكلام شديدا غليظ القلب لانفض الناس من حوله هذه امور يجب ان لا يتحلى بها اي رسول واي نبي واي مصلح مو باخلاقه ينفر الناس المفروض المصلح باخلاقه يجمع الناس فاذا ما دام هدف الرساله انذار الناس فيجب ان لا يجعل الانسان الرسول او الرسالي الانسان الرسالي اللي عنده هدف يجب أن لا يجعل حاجزا بينه وبين الناس لو جعل حواجز هناك حاجب السلاطين كما صنعوا الحواجز والحواجب لأنفسهم الرسول لو جعل حواجب لنفسه شلون كان يرتبط بالناس ما كان يرتبط بالناس هو في قصر قاعد وهناك مجموعة من الحواجب أفراد يمنعون الناس من الوصول إليه فلا يستمع إليهم ولا يستمعون إليه شنو صارت هدف الرسالة لذلك يجب أن يكون الرسول ممن يختلط مع الناس ممن يرتبط بالناس مباشرة يسمعون عنه ويسمع عنهم يأتون إليه رسول الله في المدينة المنورة أول ما صلع أتى على أعراب جاهليين كثير منهم لا يعرفون أي لا يعرف أي طرفيه أطول كانوا ياتون الى رسول الله وينامون على بطونهم ويقولون يا محمد حدثنا صلوات الله وسلامه عليه ولكن رسول الله تحملهم وتحمل اذاهم وبدا بالهدايه وبدا بتربيتهم وتزكيتهم زين فاذا كل شخص رسالي يجب ان يرتبط مع الناس مو ان يحتجب عن الناس هذا اولا ثانيا لو كان الرسول من علية القوم يعني كان شخص غني سلطان هو ونزلت عليه الرساله ايضا الناس ما كانوا يشعرون انه يحس بهمومهم والامهم يقولون هذا من طبقه اخرى هذا الشخص ما يرتبط بنا فاذا هم ينصحنا ينصح ما يفهم يعني ما يفهم كيف نعيش نحن فكلامه ما ياثر، لذلك ينبغي على الرسول ان يكون من عامه الناس. هو الذي بعث في الاميين رسولا، يكون منهم وفيهم معهم، مو انه يكون شخص متميز خارج عن الاطر الظاهريه لعامه الناس، لذلك هنا رسول الله صلى الله عليه واله يقول: انا انما كنت مع الناس ولم يجعلني الله غنيا لي قصور احتجب عن الناس حتى ارتبط بالناس لان الهدف هذا هو الذي يحركني اذا واحد هدف الرساله وبعدين يحتجب عن الناس هذا نقض للغرض ونقض الغرض قبيح ما له معنى زين اذا البعد النقطه الثانيه البعد عن الناس يجب البعد عن مشاكلهم وعن همومهم وعن امالهم وعن تطلعاتهم فما يقدر واحد ياثر عليهم رسول الله صلى الله عليه واله بنفسه كان يدخل الحروب مو انه يجلس كما فعله غيره من الخلفاء الغاصبين يجلس في خيمه بعيد عن الحرب مكان امن ويقول روح تقدمه. هو كان يدخل في معمعه الحرب طريقته كانت رسول الله صلى الله عليه واله هكذا هو كان ياتي الى الخندق ويحفر مع المسلمين الخندق ويشد حجر المجاعه يعني يجوع كما يجوعون، يشبع كما يشبعون. فهذا تمكن من التاثير، اما اذا كان غني ويجلس في قصوره كذا، ما كانوا يعتقدون به، الرسول صلى الله عليه واله كان يريد يغير النفوس، مو يغير الظواهر. تغيير النفوس صعب جدا. كيف ارتبطوا برسول الله؟ ولو ارتبطوا بمعاويه ايضا. معاويه غير نفوسهم ام كان هناك شده وغلظه؟ ومن لم يتبعني اقتله، لا رسول الله ما يقول من لم يتبعني اقتله، رسول الله يقول اذا تريدون السعاده اتبعوني. فيريد يغير الداخل الانسان، تغيير الداخل جدا صعب، وهذا ما يمكن من الضغط الفوقاني. يعني الان اذا خمسين شرطي في زمن المقبور صدام لعنه الله. خمسين شرطي يريدون يمنعون الانسان من الزياره، بالنتيجه يزور اما خفيه واما في البيت كذا. ما يقدرون يغيرون قناعه الانسان. الضغط شوكة كذا ما ارتفع شفنا في اول زياره اربعينيه شلون الملايين هبت الى الحسين سلام الله عليه وزحفت نحو ضريحه الطاهر ليش؟ لانه هذا الضغط ارتفع اما تغيير واقع الناس هو هذا اهم شيء في رساله الرسول صلى الله عليه واله لذلك في القضيه المعروفه على السيد ابي الحسن الاصفهاني رضوان الله عليه انه بعد تشرفه بمحضر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام قال له على ما ينقل في هذه القضية اجلس في الدهليز واقضي حوائج الناس بنفسك أنت كمرجع تقيد ما له معنى أنه تبتعد عن الناس الناس يأخذون معلم دينهم منك الفتاوى يحلون المشاكل فالمفروض أن تجلس في الدهليز في دهليز دارك الناس يجون إليك اقضي حوائج الناس بنفسك مو عبر الوسطاء انت لازم تقضي وكان ينقل احد الاشخاص الثقات انه ذات مره راى السيد الوالد رحمه الله في كربلاء معه الشهيد العام في منتصف الليل اخر الليل وبيدهم عربانه يدفعوها العربانه في منتصف يقول استغربت الساعه الثنتين بعد منتصف الليل عربانه دي يدفعوها جيت عندهم شنو العربانه او تبعتهم شفت شويه كانما مواد تموينيه طعام كذا يذهبون إلى بيوت الفقراء ويجعلون الطعام عند بيوت الفقراء مو الأئمة نتأسى بهم مو الأئمة هكذا كانوا يحملون الجراب على ظهرهم وينقلونها إلى المواد اللي موجودة من طعام من حنطة من خبز إلى بيوت الفقراء يعني يتأسى الإنسان يعني واحد هو يعيش هموم الناس إذا عاش هموم الناس الناس هم يعتمدون عليه يلوفون حوله فيؤثر عليهم بكلمته. هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة بما أن الغرض من البعثة إبلاغ الرسالة وإيصال الفكرة والهداية والرسالة إلى الناس، فإذا يجب على الباعث والشارع أن يحفظ هذا الرسول إلى زمن انتهاء وظيفته. وهدفه والغايه. الرسول صلى الله عليه واله ما كان كان يمرض كان قد يصاب بالحمى لفتره طويله، يصاب بامراض مختلفه ويقع في البيت، ولكنه صلى الله عليه واله الى ان ادى الرساله المفروض ان لا يموت ولا يقتل. لذلك بالنسبه الى الغدير عندما نزلت الايه المباركه والله يعصمك من الناس بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك كانوا عشره رافعين سيوفهم حول رسول الله ليش؟ لانه مو الكل يتحمل ان رسول الله صلى الله عليه واله يجعل علي بن ابي طالب خليفه له وينصبه خليفه فلذلك كانوا هناك من يحوط حول رسول الله ليحافظ عليه عندما نزلت الآية أن الله هو الذي يحافظ عليك خلص رسول الله قال للعشرة اذهبوا فإن الله قد تكفل بالحفظ الرسول المفروض أن يؤدي الرسالة والله هو الذي يحفظ نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تخرج روحه إلا بعد أن يكمل مهمته وكل الأنبياء كذلك أكملوا مهماتهم وبعد ذلك سقتلوا وسموا او يعني اوصلوا الرساله التي كانت عليهم ان يوصلوها. لذلك هنا في هذه الروايه رسول الله صلى الله عليه واله يقول بانه انا شخص من الناس، شخص عادي، ما عندي حمايه، ما عندي شرطه، ما ادري جيش يحفظونني. الله يحفظني منكم، لذلك لا تتمكنون ان تقتلونني. يمكن يصيبون رسول الله باذى كما في حرب أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله بإلقاء حجارة على فمه الشريف يمكن أن يصاب بأذى ولكن أن يقتل قبل أن ينهي رسالته هذا كلا هذا لا يمكن هذا من الإعجاز أيضا وطبعا في الرواية كفى بالأجل حارسه الأجل يحرس الإنسان بس إذا أجى أجله لعدم 200 حماية هو والحماية كلهم ينتهون بقنبلة وإذا أجل ما أجى لو صاروخه موقع على بيته هو يطلع من الأنقاض حي ما بيشي فكفى بالأجل حارسه فمن المعجزات المشهوده أن الله صل... أن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه واله في مكه في شعب أبي طالب في المدينه في الحروب كلها وقد نقلت ذاك مرة قضية ذلك الذي أراد قتل رسول الله صلى الله عليه واله يقول هممت بقتله ولم أبغض أحداً في العرب كرسول الله طبعاً بتعبيري هو بالاسم يذكر النبي صلى الله عليه وآله يقول ذهبت في إحدى الحروب اتفقت مع بعض أصدقائي أنه أنا ما عندي شغل بالحرب أروح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأقتله يقول اقتربت من رسول الله التفت إلي لحظة نظر في عيني هذه النظرة التكوينية غيرت من واقع حياتي أنا اللي كنت أبغض رسول الله كما لم ابغض احدا صرت معجبا ومحبا لرسول الله بهذه النظره التكوينيه غريب يعني كما لم احب احدا في حياتي بهذه المحبه، هاي نظره تكوينيه، احد من يروح الى ضريح امير المؤمنين سلام الله عليه يطلب منهم هاي النظره التكوينيه ان يعني يتغير حقيقه، ما دام هو جاي وهم بيدهم الامور يضرب يطلب النظره التكوينيه للتغيير التكويني. زين بإذن رسول الله يجب أن لا يقتل قبل هذه الفترة فلا يقتل ويبقى حيا وهذا من الإعجاز الإلهي طبعا هناك أنه هل رسول الله صلى الله عليه وآله أتى للقتل هذول النواصب الدواعش لعنهم الله وأذلهم وأخرجهم من بلادنا يقولون إنما أتيتكم بالذبح رواية يكذبونها على رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما هو كان أرح بالمؤمنين رؤوف رحيم طريقة رسول الله أنه لم يأت للقاتل مو وظيفة القاتل مو هم القاتل أصلا لذلك في الحروب لم يكن يقتل رسول الله كما ذكرنا سابقا إلا يمكن نفران قتلهما رسول الله يعني أيضا دفاعي كان لذلك ما كان يحمل سيف معه كان يحمل رمح الرسول كان في الحروب يحمل رمحا حتى يبعد مو يقتربون وبعدين بعد يضطر لقتلهم ف نعم طبيعة الحروب طبيعة الحروب أنها يقتل المسلم ويقتل الكافر وكما ذكرنا في محاضرة سابقة إحدى الحسنيين نحن المسلمين عندما إن فزنا فقد وصلنا إلى الحسنى وإن قتلنا فقد وصلنا إلى الحسنى أيضا الجنة اما انتم الكفار ان فزتم زين ربحتم ظاهرا وان قتلتم فانتهى كل شيء لكم فلنا احدى الحسنيين، طبعا في الحروب طبيعه الحرب ان يقتل فيها الكثير فاذا رسول الله في هذه الروايه يقول انما اتيكم لاقتلكم يعني شنو لاقتلكم؟ يعني اقتلكم في الحروب يعني اذا ما تسلمون وتجون تحاربوني طبعا نحن ايضا ناتي لمحاربتهم احنا بجنوبنا نفر كما فر الاول والثاني والثالث في قضيه احد نقف نقتل ونقتل وجميع حروب رسول الله صلى الله عليه واله على ما حققه السيد الوالد رحمه الله كانت حروب دفاعيه لم يبدا بالحرب هذا تفصيله في وقت اخر ان شاء الله لاحظوا الروايه نكملها هناك نقاط اخرى نتركها للبحث اللاحق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك هذا ملك الروم وملك الفرس المخزومي من الإشكالات على رسول الله أنه شلون ملك الروم عندما يريد أن يبعث رسول يبعث رجل تاجر غني كبير معتبر فالله أولى بأن يبعث شخصا إلى مكانه اجتماعيه مرموقه جدا رئيس مملكه مثلا ليش بعثك انت؟ كان يبعث غيرك كان يبعث كبير مكه كبير الطائف كما سبق رسول الله يجيب عن هذه الشبهه وهذا الاشكال واما قولك هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولا الا كثير المال عظيم الحال له دور قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده زين ليش الله ما يبعث واحد افضل منك؟ فان الله له التدبير والحكم، الله عنده غايه لان الامور انما تجري طبق المصالح والمفاسد الواقعيه هناك غايه من بعث الرسل والانبياء والائمه. شنو الغاية هداية الناس فهداية الناس لا تجتمع مع شخص ذي مال متمكن له قصور يجلس في قصوره ويمنع الناس من الالتقاء به هذا نقض للغرض ونقض الغرض لا يصدر عن حكيم فكيف بالله عز وجل فإن الله له التدبير والحكم لا يفعل على ظنك وحسبانك مو مثل ما انت تقترح لانه الانسان كل لحظه عنده اقتراح انا اقترح الان الجو يكون ممطر شخص اخر اللي ما عنده بيت يقترح انه الجو يكون مشمس مثلا مو ممطر الله يعمل باقتراحاتنا تناقضات تصير لا الله يعمل بالمصالح الواقعيه على ظنك وحسبانك ولا باقتراحك بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو محمود الله يحكم ما يريد ونحن نحمده في كل حال على السراء والضراء لانه الضراء بحكمه منه والسراء بحكمه منه يا عبد الله فاذا يفعل ما يشاء ولكن طبق الحكمه هنا رسول الله صلى الله عليه واله في نقاط ثلاث يبين حكمه الله تاره بالنسبه الى مطلق بعث الرسل وتاره بالنسبه اليه كرسول بعثه في هذه الامه يا عبد الله انما هذا الجواب الاول بعث الله نبيه نبيه يعني انا الله بعثني او مطلق الانبياء كل نبي يبعثه الله شنو الهدف من البعث؟ انما بعث الله نبيه ليعلم الناس دينهم يعلمهم ويدعوهم الى ربهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين المهم هو هذا هدف الرسالة ويكد نفسه في ذلك يعني يتعب نفسه يصرف من وقته يهتم آناء الليل ونهاره ما عدا بعد وقت يقول أنا موظف ثمان ساعات أشتغل لله عز وجل لا ما كهتش شيء الرسول كل وقته لله فلذلك في منتصف الليل اذا اكو هناك مجال للهدايه والعمل يعمل ما يهتم للوقت فلو كان صاحب قصور يحتجب فيها في هذه القصور وعبيد وخدم يسترونه عن الناس اكو هناك حواجب لرسول الله صلى الله عليه واله اليس كانت الرساله تضيع والامور تتباطئ <applause> الرساله ما توصل إذا عبر وسطاء الرسول يريد يبين الأمور تتباطأ مو مثل ما تأثير الرسول نفسه يبين أو ما ترى الملوك إذا احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح هذه النقطة الثانية إذا الملوك يحتجبون عن الناس لذلك نرى <applause> أن الوزراء والمدراء وحتى وال الموظف البسيط يقوم بالفساد والإفساد وبنهب الأموال العامة وبسرقة الناس طبيعي إذا السلطان هو ما مسيطر على الأمور هو ما يجي ما يضبط الأمور طبعا إذا كان رب البيت بالدفة مولعة فشيمة أهل البيت أو أهل الدار كلهم رقصوا إذا هو هذا رب البيت مشغول بالدف الباقين هم يرقصون واضح إذا رب البيت ما مهتم لأمر السلطنة والمملكة بعد يشوف أصغر موظف يكون أكبر طاغوت بمقدار حدوده أو ما ترى الملوك إذا احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون من حيث لا يعلمون به ولا يشعرون لأنه مو همهم أصلا السلطان مو هم المملكة بعد سلطنته خلاص المهم أنه يجلس على الكرسي وتجبى اليه الخراج والخراج وانتهت يا عبد الله انما بعثني الله انا كشخص هذا الجواب الثاني لرسول الله ولا مال لي رجل عادي من الناس العاديين البسطاء ليعرفكم قدرته شخص ما عنده فلوس ما عنده اموال ما عنده فد مكانه اجتماعيه مو رجل كبير في الحروب مثلا مو رئيس قبيله لا ليعرفكم قدرته وقوته انه انا الشخص الضعيف العادي ظاهرا الله يحفظني هذا معجزه معجزه تدل على صدق كلام رسول الله صلى الله عليه واله وحجه على من لم يتبع رسول الله ليعرفكم قدرته وقوته وانه هو الناصر لرسوله ولا تقدرون على قتله ولا منعه في رسالاته ما تقدرون تقتلو ما تقدرون تمنعوه في رسالته تتمكنون ان تصيبوا باذى رسول الله يمرض يبتلى بالاحزان والامراض والافات والعلل والاعراض ولكن لا يقتل الا ان يؤدي الرساله فهذا بين في قدرته وفي عجزكم الله قادر ويفعل ما يريد وانتم عاجزون عن ان تصيبوني بالسوء وسوف يظفرني الله يظفرني الله بكم بعد ذلك انا الذي شوفوا هذه من قضايا رسول الله صلى الله عليه واله التي من ما يذكره عن المستقبل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون رسول الله كانت عنده تنبؤات صادقه انه يذكر وهنا مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه لم يلتحق به الا قلائل جدا فشلون ليذكر المستقبل لايضا تبقى حجه لمن ياتي ولنا وسوف يظفرني الله بكم فاسعكم قتلا اقتل فيكم الرسول ما كان جاي للقتل القرينه قتلا اي في الحروب طبيعي طبيعه الحروب القتل واحد لما يجي يحاربك وهو البادي اتهم لازم تدافع وفي الدفاع يقتل الكثير يقتل طبيعي فاسعكم قتلا واسرا كلمه الاسر قرينه على ان القتل لم يكن قتل اعتباط قيل لرسول الله صلى الله عليه واله انه العشره الذين ارادوا قتلك في العقبه في القضيه المعروفه تعرفهم لانه رعدت السماء أبرقت وأرعدت السماء فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وجوه العشرة وقال أعرفهم بأسمائهم اللي كان أحدهم الثاني ومجموعة لم يقتلهم رسول الله قال لأن لا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن استحكم حكمه وملكه الظاهري مثلا قتل من كانوا معه رسول الله إنما يقضي بالإيمان والبينات مو بعلمه الواقعي ما كان وظيفته هكذا مع أنه كان يعلم من الذي يظلم من الذي يقتل من الذي سرق ولكن ما كان يعمل به علمه فاسعكم قتلا واسرا اسرى هذه قرينه على ان القتل ايضا في الحروب لان الاسر في الحروب القتل في الحروب مو قتل اعتباط مثل الان السلطان الظالم ما يعجبه فلان المخالف له ولو في الاعلام فيدز له مجموعه وبعدين يقولون قتله الجن قد قتلنا سيد الخزرجه سعد ابن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده الجن قتلوا هكذا سعد بن عبادة كان معارض للأول فدز مجموعة قتلوه بعدين قالوا سمعنا الجن يقرون هذا الشعر ليذكرون هذا الأمر يصفي اللي يخالفوه المخالفة باللافظ يعني بالكلام خلي يخالفك مو تظاهروا في زمن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وقالوا وسنة عمره بالنسبة إلى صلاة التراويح أمير المؤمنين قالوا اتركوهم خلاص ما دام ما رافعين السيف كذا اتركوهم شهر السيف بعد هذا شهر السيف له حكم خاص بس ما دام دي عرضوني خلي عرضوني شو نسوي ثم يظفرني الله ثم يظفرني الله ببلادكم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه واله بالنسبه الى المستقبل تنبؤاته ويستولي عليها المؤمنون من دونكم انتم تذهبون ويستولي على بلادكم المؤمنون ودون من يوافقكم على دينكم يعني مو أنتم موجودين ولا جماعتكم وإنما المسلمون هم الذين يسيطرون على هذه البلاد هذا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين